لماذا لا نختصر الطريق فلورا؟ ماذا عندك؟ برافو، بدأت تقرأ أفكاري حسن. أبدا، المسألة لا تحتاج إلى ذكاء. مونامو، الخطر يحيط بنا حسن، وهم بانتظار جوابك الليلة. وإذا رفضت؟ لا تقلها أرجوك حسن، فأنا لا أريد أن أفقدك. ماذا تعنين؟ لا أريدهم أن يؤذوك، فهم قادرون على ذلك هنا وحتى في بلدك أيضا. من هم فلورا؟ أخبريني، أي شركة أو مؤسسة لديها إمكانيات بهذا الحجم؟ ممكن حسن، ممكن أن نفرض بأنها إحدى المؤسسات الصناعية الضخمة جدا، ولها إمكانيات تزيد على إمكانيات بعض الدول الصغيرة. مونامور، ليس هذا المهم، حياتك مهددة. هل تعتقدين أنكم قادرون على إجباري على عمل شيء أنا غير مقتنع به، حتى لو بالتهديد فلورا؟ أنا لا أخاف من الموت. على رسلك حسن، المسألة ليست بهذه البساطة، إن الضرر ممكن أن يشمل أهلك في بغداد. نعم، والدتك ونادية وحتى خطيبتك حنان. من أين لكم هذه المعلومات عن عائلتي؟ هم يعرفون عنك كل شيء أكثر مما تتخيل حسن. أرجوك حسن، اهدأ واسمعني جيدا. اسمعي أنت يا فلورا، اسمعيني جيدا. إذا كررت التهديد ثانية فأنا سأقتلك وأخلص العالم من شرورك. اسمع أنت، وكفاك عنادا وتبجحا، قد تحملت منك الكثير لحد الآن. اسمعني جيدا ولا تقاطعني ولا تنفعل. أمامك طريقان، أما التعاون معهم وفي ذلك سلامتك وسلامة عائلتك، أو التصرف بشكل أحمق، وسبق وأن أخبرتك بالنتائج. ولا تظن بأن سفارتك والبوليس الفرنسي قادران على حمايتك. ولكن من هم؟ بنو إسرائيل. من؟ بنو إسرائيل. المخابرات الإسرائيلي، يعني الموساد. أرجوك فلورا، ماذا تريدون مني؟ كل الخير حبيبي. فلورا، أتعلمين حكم الذي يتعاون معكم؟ الإعدام. اطمئن حبيبي، إن يصيبك ضرر أدمنا معك. ولكن العديد من جواسيسكم في بلدي أعدموا. لأنهم كانوا أغبياء، وهذا الحال لا ينطبق عليك، لأنك إنسان عالم في مجال التكنولوجيا المتطورة. ليس من العدل أن يعيش إنسان مثلك في بلد متخلف. مكانك الطبيعي بين المتميزين من بني البشر. فلورا، ولكني أنا واحد من هؤلاء الذين تسمينهم متخلفين. فلورا،
أود أن أسألك، ماذا تريدون مني؟ أن أعيش في إسرائيل؟ كلا، يجب أن تعود إلى العراق. إذن ما الفائدة مني؟ تزودنا بالمعلومات التي نحتاجها. ولكنك قلت أنكم متقدمون على أهل بلدي، فما الفائدة من معلومات تأتي من بلد متخلف؟ من خوفنا عليكم أن تطوركم في مجال التكنولوجيا له خطر كبير على السلام في المنطقة. ولماذا أنتم جادون في صناعة أدوات الموت النووية؟ هل لتحقيق السلام؟